السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's study today's ayah, verse number 26 of Surah Al-Baqarah. Allah says, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضُرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي. الله is talking to Prophet صلى الله عليه وسلم in this ayat. Talking to everyone, he's saying that do not hesitate. Hesitate, yani تردد. يكسف. Don't be shy. Okay. Do not hesitate to use shy shy. ما تكسفش ما تستحيش. To use إنك تستخدم the similitude اللي هو التشبيه. إنك تضرب له مثل. المثل أو التشبيه. Of a gnat. Gnat يعني mosquito or fly. طبعا G silent. Gnat. Okay? Plural gnats. ما تكسفش انك تديلهم مثال gnat بعوضة or وما فوقها or an even أو حتى more insignificant. Significant يعني حاجة كبيرة حاجة عظيمة. Insignificant trivial. حاجة ملهاش لازمة حاجة تافهة. ما تستحيش انك تضرب مثل ببعوضه بنات وما فوقها او يعني ما فوقها مش فوقيها ما فوقها يعني ما هو اضعف من البعوضه او ما هو اقل من البعوضه or even an or an even more insignificant creature اي مخلوق كمان تاني اضعف او اقل من البعوضه so insignificant means trivial حاجه يعني nothing اوكي فاما فلما ربنا يضرب المثل ده الناس معين بقى فاما الذين امنوا those who believe دول اللي بيامنوا فيعلمون they know انه الحق that it is the truth من ربهم from their lord من ربهم lord طيب السكشن الثاني الجنب الثاني واما الذين as for بالنسبه the unbelievers بالنسبه للكفار as for the unbelievers واما الذين كفروا they will say هيقولوا ايه فيقولون they will say or ممكن نترجم say هنا بمعنى ask they will ask هيسالوا هيقولوا ماذا اراد الله بهذا مثلا what does Allah mean ربنا قصده ايه by such a similitude ربنا قصده ايه بالتشبيه ده بالمثال ده ماذا اراد الله بهذا مثلا this is a question okay ده السؤال ربنا بيقول لي بقى my bad I'm sorry my bad يعني it's my fault دي طبعا slang language it's not ستاندرد مش ستاندرد انجلش اوكي ماي باد يعني ماي فولت اتعلمتها هنا في المسيسيبي anyways يضل به كثيرة يعني ربنا بيقول بالمثال ده by such a similitude بالتشبيه ده بالمثال ده يضل به كثيرة ربنا الله confounds confuse يعني to go astray confounds many ربنا بيضل بالمثال ده many كتير and enlightens يهدي enlighten يعني يهدي and enlightens many وبيهدي برضه many كثير وما يضل به الا الفاسقين he confounds هو بيضل confound جاي من confusion يعني مش فاهم he's confused He doesn't know what's right and what's wrong, okay? He confounds none.
هو ربنا مش بيضل حد except إلا the transgressors. Transgressors اللي هما الظالمين الضالين الفاسقين دي كلها transgressors. عافانا الله وإياكم منهم. This for today. نفع الله بنا وبكم وبارك لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.